نادى حراك 17 12 ونشطاء ساحة بستي والكيش والأشخاص من ذوي الإعاقة بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في مساجد مدينة بنغازي، مطالبين في بيان لهم الجهات الأمنية بالتحقيق العاجل في الحادثة وضم وزارة الداخلية إلى المؤسسة العسكرية، كذلك دعم جهاز المباحث العامة وعدم التدخل في تخصصاته وتركيب كاميرات بكافة الأماكن الحيوية في مدينة بنغازي. باسم حراك 17-12 ونشطاء ساحة بستي وتجمع ذوي الإعاقة نترحم على شهداء العمل الإرهابي الذي استهدف المساجد العامرة داخل مدينة بنغازي العصرية، كما نؤكد وندين بشدة هذا العمل الإرهابي، وفي ظل هذا التشظي وتردي الوضع الأمني والمعيشي وخذلان مجلس النواب والعسام الموازية التي تعكس الفساد والخيانة والعمالة والنيل من الشعب الليبي الحر الأبي، واستهداف مؤسسته العسكرية، نطالب بالآتي: واحد، المطالبة بالتحقيق العاجل. اثنين، ضم وزارة الداخلية للمؤسسة العسكرية. ثلاثة، دعم جهاز المباحث العامة وعدم التدخل في تخصصاته. أربعة، المطالبة بتركيب كاميرات مراقبة بكافة الأماكن الحيوية داخل مدينة بنغازي العصية.